يقطع. واي تعني حالة، يعني حالة قطع كيس الصفراء اللي هي عملية استئصال كيس الصفراء، تسمى كوليسيستكتومي. عندكم المقطع إديما. إديما هذا المقطع اللفظي قد يأتي لوحده، إديما يعني سويلينج، يعني تورم سويلينج، ولكن قد يكون لاحق أحياناً. إذا جاء لوحده مثلاً نقول This patient is having edema، هي تورم في الساق. إذا تجي وتضغط بالأصبع بالإبهام على منطقة الساق في مقدمة الضنبوب أو عظم القصبة أو فوق ظاهر القدم، إذا تضغط بالأصبع لحوالي 20 ثانية تشوف يصير نقرة تحت الأصبع مالك، لأنه أكو زيادة في الماء في الجسم. هذه أمراض كثيرة تحدثها، أمراض عجز القلب، أمراض الكلى الكثيرة. هذا تسمى إديمة لوحده. There is edema in this patient نقول، ولكن قد تكون لاحقة. For example ضربنا لكم مثال ميكس إديمة. ميكس مكون من مقطعين، ميكس يعني ميوكاس and edema يعني ورم مخاطي. وين يصير هذا الورم المخاطي؟ في الناس المصابين بهبوط الغدة الدرقية اللي ما ينفرز عندهم هرمون الثايروكسين، فتتكون مواد مخاطية في الجسم وخصوصا تترسب تحت الجلد وتحت الأغشية المخاطية. ولهذا شوف هذول الناس المصابين بالورم المخاطي اللي يسمى ميكزيديما أو بهبوط أو كسل أو خمول الغدة الدرقية، شوف عندهم في الحاجبين انتفاخ puffiness of the eyelids، مو العفو مو الحاجبين، الجفنين العلوي والسفلي، شوف بافينس حول العين، منتفخ العين الشكل متضخمة كأنها وارمة. هذا مو ورم حقيقي، هذا ميكزدي ما يسموه. زين، فالمظهر مالتهم رأسا من نشوفهم يدل على إصابتهم بهذا المرض اللي هبوط الغدة الدرقية. إميسيس، إميسيس تعني vomiting. vomiting أيضا شوفوا مقطعين إميسيس. إميسيس for example vomiting يعني التقيؤ. hematemesis، hematemesis تقيؤ الدموي. hemat blood، emesis to vomit. إذن hyperemesis، النساء الحوامل في الأشهر الثلاثة الأولى يصير عند بعضهم، بعض النساء بعد بعضهن يصير عندهم تقيؤ كثير. فهذا التقيؤ الكثير ايش يسموه طبيا؟ هايبر إميسيس. تعرفون هايبر كثير، إميسيس تقيؤ. زيادة التقيؤ يصيب عادة النساء في أشهر الحمل الثلاثة الأولى. إذا إميسيس تعني vomiting، to vomit. إيميا، إيميا إذا جانا السفكس اللاحقة إيميا مع أي كلمة تعني blood. هي أساسا إيميا هي مو إيميا تبتدئ بالإي، هي تبتدئ بالأج، هم 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 هم، ولكن الأج تكون سايلنت أحيانا. فور إكزامبل ماكو واحد بينا حتى الناس اللي ما هم أطباء سامعين كلمة أنيميا. أنيميا هذه الأنيميا تعني فقر الدم، مكونة من مقطعين أن يعني نو، نو للنفي أن، وإيميا هي أساسا أنهيميا لأنه أنهيميا هيم يعني بلاد، نو بلاد. فبهذه البساطة يعبرون عن موضوعة فقر الدم، أنهيميا نو بلاد ولكن سايلنت. وكثير مصطلحات عندنا الأج سايلنت، مثلا هايبوغلايسيميا، هايبو هبوط، غلايس يعني الجلوكوز، هيميا تعني هبوط جلوكوز سكر الدم. زين، ولكن الأج سايلنت، ما نقول هايبوغلايس هيميا، إيميا. جنوسيس، المقطع جنوسيس مر علينا سابقا. جنوسيس هي بالضبط كلمة نو، K-N-O-W التي تعني يعلم يعرف، ولكنها الاسم. جنوسيس هي knowledge، knowledge. جنوسيس نو knowledge. هذه الكلمة إذا تجي في نهاية stem آخر تعني معرفة،
فور اكزامبل، ابسط كلمه راح تصادفكم، ربما صادفتكم او تبدون مع المرحله الثالثه بالامراض، دايجنوسيس. دايجنوسيس هي التشخيص، كلمه التشخيص في الطب الان الى امتداد عملكم الطبي. دايجنوسيس تعني التشخيص. وعندنا كلمه اخرى بروجنوسيس. دايجنوسيس ماذا تعني؟ داي تعني ثرو، مثل نقول دايفرام. جنو يعني يعلم يعرف. اس اي اس التشخيص، هنا يقصد بها معرفة المرض من خلال سماعك للأعراض، من خلال إجراءك الفحوص. يسألك المريض in English what's the diagnosis، زين، أو يسألك الأستاذ مالك بعد ما تفحص مريضك what's the diagnosis، ما هو تشخيصك لهذا المرض. إذن هو المعرفة الخلالية، بمعنى خلال إيش؟ خلال الفحص والسماع والمختبر، المختبر أو الإجراءات الفحصية الأخرى. إذن diagnosis. كلمة prognosis، قد واحد يسألك يقول لك أنا راح أعمل مثلا عمليه الزائده الدوديه، دكتور what is the prognosis of this disease، برو قبل، جنوسيس المعرفه، المعرفه القبليه، يعني ما هي درجه نجاح هذا المرض، ما هي درجه اذى هذا المرض، زين، المعرفه للمسبقه، زين، prognosis نسميها انها diagnosis. طيب، وكثير تجي هذه الجنوسيس حتى في المصطلحات الفلسفيه، إذا واحد بيكم قرأ أو راح يقرأ لاحقاً في بعض التوجهات الفلسفية، قل لك المعرفة الغنوصية. الغنوصية من جت هذه الغنوصية؟ هذه الأقدمين من المتكلمين والفلاسفة العرب ترجموا جنوسيس إلى الغنوص، وهي تعني المعرفة. عندك أرجية. أرجية مكونة من مقطعين urge and IA. urge يعني شغل، طاقة، عمل، جهد، زين، ولهذا كلمة energy، ما راح أضرب لكم energy، راح أجيكم عليها بس راح أقرب لكم شيء أنتم في مرحلتكم. energy ماذا تعني؟ energy انرجي ماذا تعني؟ طاقة. أحسنت محمد رزاق، كتب دعاء الطاقة. هذه منين مكونة الكلمة؟ شوف إيش قد لطافة المصطلح اللاتيني بمعاني يخدمك إذا تعلمته. إن يعني إنسايد، أرجي قوة، يعني القوة التي في الداخل. مثلا أسألك هل الهواء فيه انرجي؟ هل في قوة في داخل الهواء؟ تقول نعم في قوة لأنه يشغل طواحين الهواء. هل في الماء، الماء الساقط أو الماء الجاري، إنرجي؟ تقول نعم في إنرجي، طاقة كامنة، زين، لأنه إذا يسقط يشغل دواليب تعطيك الطاقة الكهربائية. وهكذا إنرجي تعني القوة التي في داخل الأشياء اللي موجودة في الطبيعة أو حتى في الإنسان. يقول لك he has no energy. إذا الإنسان يفقد الطاقة ويصير ضعيف جدا تسمى الحالة، ما تسمى هنا إنرجي يعني فيه طاقة، تسمى أنرجي. هذا المثل اللي ضربته، he is energetic. energetic يعني ما بي طاقة، ما بي كفاية، ما بي قوة. أن للنفي، أرج يعني الطاقة، والآي آي هي حالة، حالة عدم أو نفاد، مو نفاذ، نفاذ يعني اختراق، نفاد يعني نضوب الطاقة. واضح؟ إذن هذا هو معنى أنرجيا اللي ضربته لكم. Also energy، وحكينا عنها الإنرجي. طيب عندي السفاكس اللاحقة جاني. جاني هذا كثير الترداد وكثير التلون والتغير، ولكن يبقى بينه المقطع GEN أو GN على الأقل. جاني أو جينيسيس تعني النشوء أو التكون، وأظنها من جنين العربية، زين. كلمة جنين يعني النبات أول ما يطلع منه البذرة، همين طلعت داخل البذرة في منطقة صغيرة تسمى جنين البذرة، يعني منطقة النشوء أو التكون. إذن جاني تعني جينيسيس تعني أوريجين. فور إكزامبل
بروجيني، بروجيني تعني الذرية، برو فورورد أمام، برو زين، توارد ذا فرونت، بلس جان تعني بيرث تعني الولادة أيضا، التكون النشوء، أوف سبرينج. نروح على كلمة أخرى أقرب من بروجيني لكم، ربما هاي بروجيني تجي في النبات كثير يستخدموها في علم النبات، ولكن خلي نروح ماذا تسمى المرأة الحامل والحمل نفسه في الإنجليزية ماذا يسمى؟ أحد عنده فكرة؟ اكتب لنا إياها على الشات. بريغنانسي، عافية نور أحمد، زين نمارة، كلكم كتبتم صحيح. المرأة الحامل تسمى بريغنانت، والحمل نفسه يسمى بريغنانسي. لو نجي نتأمل بهذه الكلمة بريغنانسي، زين بري يعني مسبق، أجن يعني يعني النشوء، يعني ما قبل التكون، ما قبل التخلق، زين، ويضافوا له سي واي لتدل على الاسم، بريغنانت، بريغنانت يعني ما قبل الولادة، لأنه أيضا من معاني الجن أو جان بمعنى الولادة بيرث، لاحظوا. فمنقول هذه المرأة بريغنانت يعني ما بها حالة ما قبل الولادة. العرب ما قالوا هذه امرأة بها حالة ما قبل الولادة، لا يعبرون عنها بطرق بليغة وسريعة ومقتضبة، يقولون هذه امرأة حامل تحمل شيء في الرحم، زين. وهكذا لكل شعب لغته حسب ما تسمح بالتعبير، ما عندهم كلمة ربما جاهزة مثلا. طيب نجي إلى المقطع جرام، هو سافكس لاحقة، جرام أو جراف، هذا تعني ريكورد، ريكورد يعني يسجل، أو رايتينج يكتب، أو بيكتشر رسم أو يرسم. فور إكزامبل، حتى نقرب لكم المعنى، جهاز تخطيط القلب، والمصريين يسموه جهاز رسم القلب بهالطريقة يقولون، والمخطط مال القلب يسموها رسمة القلب. طيب جهاز تخطيط القلب احنا نسميه جهاز تخطيط القلب، ونبلغ المريض روح اعمل تخطيط القلب. فرجل متمكن او امرأة ايا كان تكنيشن عنده علم بتخطيط القلب، او الطبيب يعمل التخطيط بنفسه. ماذا يسمى جهاز تخطيط القلب؟ الكترو كارديو جرافي. لاحظوا المقاطع، الكترو يعني الكتريسيتي كهربائية، الأو للربط راح تجينا شو نربط بين المقطعين، الكترو كارديو كارد يعني هارت، أيضا تجيني أو مرتلخ للربط، زين، لأنه مرات الكلمات التي تنتهي بمقطع ما بحرف علة، والكلمة الثانية تبدأ بحرف ليس بحرف علة، زحمة تلفظ ماله، لو كان حرف علة تندمج الكلمة مع بعضها، ولكن إذا ماكو حرف علة في نهاية الكلمة أو في بداية الكلمة اللي راح تختلط مع الكلمة الأولى فيكون اللفظ صعب، فيضيفون حرف علة. شلون عندنا احنا بالعربي لالتقاء الساكنين، عند كلمة تنتهي بسكون والكلمة الثانية تبتدئ بسكون، فلا يجوز أن تلتقي ساكنين فتكسر نهاية الأولى تخليها علة حتى يسهل ارتباطها مع الثانية، هذا راح يجينا بعد قليل إن شاء الله. إذن الكترو كهرباء، كارديو قلب، جراف يرسم، واي هي حالة رسم القلب الكهربائي، هذا هو الجهاز يسمى الكترو كارديو جراف. جراف والعملية كلها تسمى الكترو كارديو جرافي. ما حاجة نروح بعيد، فوتوغرافي، ماذا تعني فوتوغرافي؟ فوتو يعني ضوء، جرافي يعني التصوير الضوئي، جراف. عندي مثلا أضرب لكم هنا كلمة أخرى هي متعلقة بالأولى، الحقيقة متعلقة بالأولى مو خارجة عنها. طيب أي فوتوغرافي، شوفوا بالعربي يقول فوتوغرافي، هي نفسها عربها، لما ننقل الكلمة الأجنبية بنفس الأحرف مع تغيير طفيف يسمى التعريب، زين، لما نغير إلى كلماتنا
يسمى الترجمة، ترجمة ما ترجمة، ترجمة. شوفوا مثلا فوتوغرافي، جاب نفسه فوتوغرافي، عمل فوتوغرافي، فوتو ضوئي، غرافي بمعنى هذا التعريب، مجرد القاف اللي تسمى القاف الفارسي فوتوغراف زين أو الأعجمي، حوله غرافي اللي هو أقرب حرف. أما لما نعملناها مصور ضوئي، لا هذه ترجمة، حولنا مصور ضوئي فوتو عملناها ضوئي. طيب كلمة أجرافيا، هذه الكلمة هي تابعة لجرافي، ability to write، تبهو اي اي حالة، جراف رسم أو كتابة، جرافيا ability to write. For example dermatography، عندنا حالة بالأمراض الجلدية يصير تحسس عالي بالجلد، تحسس عالي بالجلد زين، فتقدر ترسم على الجلد، بس مجرد تمرر الأصبع على الجلد تكتب اسمك بحركة بسيطة على الجلد، ينكتب اسمك على الجلد. هذه بالناس المعتادين الأسوية اللي ما مصابين بهذا المرض، أنت تحتاج إلى ضغط عالي على الجلد، بعد دقائق يظهر احمرار في المنطقة اللي صار بها يعني تأشير أو ضغط أو شدة معينة. أما هذا الناس أكون عندهم تحسس عالي، فقط أنت تمس، هذه عادة نوجدها في أثناء الفحص السريري، المريض يستدير على ظهره، نكتب كلمة 1 2 4 5، نكتب اسم، بلحظات يظهر الاسم مكتوب باللون الأحمر. هذا تسمى الحالة مرض ديرماتوغرافيا، مؤلفة من إيش؟ درم أخذناها تعني جلد، ومن الأدمة، زائدا جراف رسم، زائدا آي آي يعني حالة الكتابة على الجلد، وهذه حالة خاصة نتيجة تحسس عالي بالجلد. أتمركم في المرحلة الخامسة بإذن الله. أكو مرض آخر أضرب لكم، يصاب الإنسان بجلطة دماغية، انتبهوا، جلطة ما جلطة، جلطة. ليش؟ تجلط الدم تخثر، تجلط الدم تخثر، خثرة جلطة. يصاب الإنسان بجلطة دماغية، نجي نفحص قدرته على الكلام، نفحص قدرته على الحساب، نسأله بعض الأسئلة البسيطة، نفحص قدرته على القراءة، ثم نفحص قدرته على الكتابة. فإذا لم يستطع الكتابة نقول صار عنده حالة أجرافيا، للنفي، أجرافيا زين، جرافيا لا يستطيع الكتابة. هذه كلها راح تدرسوها لاحقا، والآن فقط تعريف بالكلمات. مستقبلا إذا جاكم مصطلحات أرجو أن تمحون هذا النحو اللي أنا عاد أعلمكم عليه، ابحثوا عن معنى الكلمة تلصق في ذهنك أعلى وأكبر، مو مجرد حفظ ببغاوي للأمر زين. غايريا أو جيريا أو غايريا نقدر نقولها، هذه سينجولر، هذه جمع، غايريا آي أي أحيانا تستخدم للجمع، مو كلها تعني حالة، راح يجينا كيف نجمع الكلمات اللاتينية. المفرد ماله غايروس، تلافيف الدماغ rotations of the brain اللي مجموعة غايراي، مفردها غايروس، تلافيف الدماغ تسمى غايراي زين. هذه التلافيف اللي نشوفها على سطح الدماغ وما لها علاقة بالذكاء، يقولون كلما زاد التلافيف زاد الذكاء، هذه ما حقيقة علمية. IA هذا المقطع زين، على فكرة غايريا تجي أيضا مفردة، مو شرط تجي زين، مو شرط تجي suffix. عندنا حالة تجي suffix زين، أوكيولو غايروس. ما هي أوكيولو غايروس؟ أنا ما كاتبها، تقدرون تكتبوها على اللفظ مالي، أوكيولو O-C-U أوكيو لو L-O أوكيولو غايروس، هذه الأمامكم أوكيولو غايروس ستيت، حالة دوران العيون. كيف دوران العيون؟ هذه حالة بسيطة،
ناس عندهم حساسية تضربهم إبرة مال التقيؤ اسمها بلاسيل، بلاسيل زين، اللي هو ميتوكلوبراميد اسمه العلمي، ميتوكلوبراميد اسمه التجاري بلاسيل. يعرفون الناس حتى المو أطباء من يتقيأ الشخص جيبوا له بلاسيل. بعض الناس عندهم تحسس عالي، من يضرب البلاسيل ما يشوف العيون وتنقلب إلى الأعلى، تصبح ما يقدر كأنه ينظر إلى السقف، انظر إلى الأمام ما يقدر، جوانب ما يقدر، العين تأخذ في وضع تشنجي وتقلب إلى الأعلى، تسمى أوكيولو جايريك ستيت، حالة دوران العيون إلى الأعلى. علاجه بسيط، يعطوا إبرة فاليوم بالوريد في الطوارئ، في لحظات المريض يشفى. فتجي إما جايرس مفردة تعني تلفيفة الدماغ، أو تعني أحياناً كسافكس لاحقة لكلمة أخرى أوكيولو جايرس. آي آي تعني ديزيز أو حالة، فور إكزامبل ذات الرئة، نيمونيا، نيمون نيمون تعني الرئة وتعني الهواء. وفي الأساس أنا ذكرت لكم نيمو تعني الهواء، وكان الإغريق اللي هم متعددي الآلهة أو متعددو الآلهة، أحد أسماء آلهتهم تسمى نيما، نيما هي آلهة الهواء أو إلهة الهواء، فأطلقوا هذا الكلمة على الريح وعلى الهواء زين، وعلى الرئة اللي هي مستودع الهواء. وين يروح الهواء؟ فقط بالرئة، فسموها نيمة، كأنه نيمة هذه الآلهة مالتهم مستقرها في الرئة. هذه تصورات الإغريق والبدائيين الجهلة قبل أن تجي عصور التوحيد والقصد الرسالات التوحيدية. فإذا نيمة ذات الرئة، نيمونيا يعني حالة الرئة، إحنا ما نقول حالة الرئة، نقول بينه ذات الرئة، التهاب الرئة يسمى نيمونيا زين. نيموثوراكس، أكو ناس يصير عندهم ثقب في الرئة، هو الهواء محصور في الرئة، إذا صار ثقب في جدار الرئة راح يتسرب الهواء إلى تجويف الجنب اللي يسمى بلورال سبيس، وينحصر الهواء بين الرئة وبين جدار الصدر. يعني الرئة شي يصير بها؟ كان هواء بانشرت، والبانشر مين جبناه نحن؟ من بانكشر، بانكشر يعني ثقب، قال لك هاي التاير بانشر، مين جت البانشر؟ بانكشر يعني صار ثقب بالرئة. فالحالة استرواح الصدر ووجود هواء بين الرئة وجدار الصدر تسمى نيمو ثوراكس، نيمو ثوراكس يعني هواء أو ريح في الصدر زين، احنا سميناها في العربي استرواح الصدر، هذه كلمة أخرى ضفنا لكم. هنا طبعاً نتكلم على الاي اي كسفكس، ولكن نيمو ونيمو ثوراكس هنا بريفكسس. اي اي اس اي اس ياسس تعني ديزيز، هم تعني حالة زين، لانه هنا قلنا اي اي لوحده تعني حالة واس اي اس تعني حالة، هنا مختلطين مع بعضهم. فور اكزامبل اليفانتياسس، من يقدر يقول لي إيش هي معناها إليفانتياسيس؟ هي مكتوبة أمامكم بالعربي، عيونكم أنتوا أذكياء ما شاء الله، رأسا راح تنتبهون. داء الفيل الساق يذهب إلها الدم، الدم اللي يذهب إلى الساقين وإلى مختلف أنحاء الجسم، بيش يرجع؟ يرجع عن طريقين، عن طريق الأوردة التي تورد الدم إلى القلب، ولهذا سميت بالأوردة زين، واضح، ويرجع ما تبقى من السوائل اللي ما رجعت عن طريق الوريد، من يرجعها؟ القنوات اللمفية أو اللمفاوية. إذا صار انسداد بالقنوات اللمفاوية فراح ينحصر اللمف داخل الأطراف أو داخل أي منطقة صار بها انسداد، الأطراف قد تنسد بها الأوعية اللمفاوية، فاللمف ينحصر. وين تنشد في هذا داء الفيل؟ هذا عبارة عن داء طفيلي زين، هناك ديدان تعيش في القنوات الليمفاوية، موجود في إفريقيا، موجود في جنوب شرق آسيا، تنقل أنواع من البعوض
زين، فيسمى داء الفيل. زين، احنا يصير عندنا نادرا مثلا اذا ورم لا سامح الله شديد يصيب القنوات اللمفاوية والغدد اللمفاوية في منطقة الإبط، زين، انسدت اللمفاوية، تشوف الذراع كله يضخم، فتسمى حالة إليفانتياسيس، تضخم داء الفيل. عندي المقطع ICS-X تعني resembling sorry branch of medicine. For example genetics، قلنا جينت يعني الجين، يعني الوراثة، يعني التكون، يعني الولادة. زين، جينيتكس علم الوراثة، وممكن نستخدم كلمة قريبة منكم، أي علم أنتم تدرسوه شباب ينتهي بالآي سي إس. يلا جاوبوني على الشات بسرعة، أي علم تدرسوه ينتهي بالآي سي إس. أحسنتم يا شباب، فيزيكس، فيزيكس أنتم تدرسون، مو الفيزياء العادية، الفيزياء الطبية، فيزيكس مع عبد الرحمن. طيب فيزيكس واضح، هذه ICS. بيدياتريكس راح تدرسون بالمرحلة الخامسة، بيدياتريكس يعني علم طب الأطفال ينتهي بالICS. زين، طيب IFOM، IFOM، IFOM هذه تعني resembling. For example cuneiform، هذا مؤلف من مقطعين، كيونيا تعني وج، وج. زين، إيفوم تعني شبيه، شبيه بالوج. الوج هو الاسفين أو الوتد، وج يعني شلون نقول وج، يعني شبه منحرف، وما هو مربع ولا هو مستطيل، هو وج، يعني من جهة قصير ومن جهة عريض. زين، يسمى وج، واضح الكلام. فعندنا إحدى العظيمات اللي موجودة في منطقة الرسغ، هذه العظيمات تسمى كيونيفورم، يعني شبيهة بالوج أو شبيه المسمار. هنا الترجمة اللي موجودة في إحدى القواميس أو المعجمات، القاموس، قاموس أو المعجم. زين، وجمع معجم مو معاجم، معجمات. زين، في المعجمات الطبية العربية شفنا أنه كيونيفورم مترجميها إلى المسماري، الشبيه بالمسمار، وج، وج هو يشبه المسمار ولكن لا يكون بنحافة المسمار. طيب عندنا المقطع INE، هذا المقطع ما أن يضاف إلى أي كلمة حتى يصبح معنى الكلمة أنها أمينية، بروتين، أمين. زين، for example this is a symbol of amino compound. Amino compound for example arginine، تعرفون أنتم عندنا الأحماض الأمينية، منها essential، منها non essential، والessential تعرفوها ألانين، فينال ألانين، أرجينين، وهكذا اليوسين، أيزوليوسين، تسعة مجموعة. زين، هذه راح تكون حفظها سهل، أي كلمة تنتهي بالINE تعني أنها أمينية التكوين. شنو أميني؟ نرجع نقول ها؟ أي؟ زين، شنو أميني؟ تعني بي نيتروجين. من يصير بي نيتروجين تدخل هذا المقطع يصبح تكوينه بروتيني، بينما إذا CHO كربوهيدرات وهيدروجين وأكسجين تسمى كربوهيدراتس. زين، كربوهيدرات نشويات، من يدخل الآن أصبحت أمينية بمعنى بروتينية. لا، هنا نيتروجين يختلف عزيزتي، نيتروجين هنا عندي نيتروجين، مكون النيتروجين هوني مو جي آي إن إي، زين آي إن إي، لا جين، جي إي إن، جي إي إن إي، جين يعني مولد النيترو، مولد النيترو، أكسجين مولد الأوكسي، هيدروجين مولد الهيدرو، الهيدرو هو الماء، تختلف يعني مو كل آي إن. زين، عندنا المقطع آيتس، هذا this is a symbol for inflammation، a symbol for inflammation، ما أن يدخل الآي تي إس إلى الكلمة حتى يصبح معناها التهاب. For example mastitis، mast يعني الثدي، إذا ضيف لآيتس التهاب الثدي،
ولاحظوا شباب، خلي عندكم حس لغوي عالي يخدمكم يفيدكم في كل حياتكم، حتى في التعبير. زين، من تكتب كلمة، من تكتب رسالة، من تكتب شيء. شوفوا، انتبهوا إلى ماست. ماست ماست إيش تذكركم؟ تذكركم هذه كلمة ماست باستخدام محلي، نستخدمها محليا أم لا؟ ماست. نعم دكتور. عافية، لبن، عفرم، وصلت. ماست سيل. ماست سيل هنا تعني غير شيء، السمينة. ماست سيل تعني المليئة، الممتلئة، المكتظة، لأنه كلمة ماست. بس ماست ألماني هوني، ماست سيل ألماني الأصل، ولكن باللغة الكردية هو لبن، ماست. ليش ماست بالكردية وباللاتينية والإغريقية؟ لأنه هذه تسمى مجموعة اللغات الآرية، هندو يوروبيان، من الهند مسكها إلى الشعوب الفارسية وتمر بتركيا وإلى الإغريق وإلى أوروبا. هذه مجموعة لغوية واحدة تسمى الإندو يوروبيان، هندو أوروبية. كلمة ماس نفس اللبن، تعني الغدة اللبنية، غد الثدي، يسمى ماست إن غريك. زين، ولهذا ماستايتس. وراح يجيكم ماستويد بروسيس، خلف الأذن مباشرة أكو فد نتوء حلمي يسمى النتوء الحلمي. زين، نسبة إلى الحلمة. زين، هذا نتوء عظمي في أسفل الجمجمة خلف الأذن مباشرة، ماستويد، شبيه بالماست. إذن آيتس، إحنا خلي نضرب أمثلة أخرى. كاردايتس، التهاب القلب. ها، بايلايتس، التهاب حوض الكلى. أوستيايتس، التهاب العظم. إنسيفالايتس، التهاب الدماغ. منينجايتس، التهاب السحايا. إذن أصبح عندنا عدة مقاطع. آيتس تعني inflammation، آين تعني amino compound، أوز تعني sugar، أوز راح يجينا بعد قليل، glucose، سكروز، وهكذا. زين، نجي إلى المقطع lysis. lysis تعني splitting. splitting split يعني أن تفتح شيئين ملتصقين. split أن تفصم بيناتهم أو تحللهم. زين، for example hemolysis. hemolysis مؤلفة من مقطعين، hemolysis تعني تحلل أو تكسر كريات الدم الحمر. لا تنسون جمع الكرية الحمراء وجمعها كريات الحمر وكذلك البيض. طيب، هذه تعني lysis. hydrolysis عندنا التحلل المائي، وكثير تجي كلمة lysis في الكيمياء. زين، لبسي. لبسي تعني سيجر. لبسي تعني سيجر. راح نتطور في مفهوم الكلمة وحتى تستوعبوها. For example epilepsy. epi فوق، upon. lepsy attack لو نترجم الهجمة الفوقية. ولكن هم كتبوها الهجمة الفوقية، احنا ايش نسميها؟ نسميها الصرع. الصرع. زين، واحد شخص مصاب بالصرع نقول he has epilepsy. epilepsy هذا تصورهم. وايضا تصورنا قريب منهم. شوفوا البشرية في جاهليتها شلون تفكر. epilepsy كان يصاب الشخص فجأة، تتخرب احواله ويبدي يختلج والزبد يطلع من فمه وعيونه تختلف والوعي ينفقد ويسقط أرضا. فقالوا هذا هجمت علينا قوة علوية، زين، فوقية، ولهذا سموها epilepsy. زين، lepsy تعني مسكة. كلمة lepsy تعني هجمة وتعني مسكة أيضا، إلا أنه كلمة lepsis تعني attack تختلف شوية. أيضا يسموها seizure، يعني نوبة الصرع تسمى سيجر، بس اختلف معناها قليلا عن الابيلابسي. ابيلابسي هجمة فوقية، جت فد شيء خارج عن الواقع أصابه. زين، ولكن كلمة سيجر، سيجر تعني مسك. مسك ما يقولون مسك. زين، لأنه كلمة سيز تعني حصار، والسيز يمسك الشيء. سيز هم يعني الحصار اللي جرى على اللي يجرى على أي بلد يسمى سيجر، أيضا حصار أو مسك.
سيجر مسك. زين الآن عندي أصبح تعبيرين، إما نقول أبي لبسي هجمة فوقية، العرب إيش قالت عن هذا المصاب بالهجمة الفوقية؟ قالت مصروع، ولهذا نقول الصرع ما نقول الصرع. الصرع ليش؟ كانوا يعتقدون أنه هذا المرض اللي هو ناتج من مرض خلل كيميائي بيولوجي عضوي فيزيائي في الدماغ، ما يعرفون إيش كيمياء وفيزياء ودماغ ومن هالمسائل، ما يعرفون إلا شخص وقع، فقالوا صرعه الأرواح الخفية والأرواح الخبيثة الجن أو الشياطين أو شيء من هذا القبيل، هو لهذا قالوا فهو يصرع أو هو مصروع، والمرض يسمى الصرع. لا تقولون أنه صرع، صرع يعتقدون أنه صرع. والآن في الطب ماكو نوع من أنواع الصرع، ما اكتشفوا أسبابه، هو عبارة عن خلل كيميائي في خلايا الدماغ. طيب هذه وحدة. لو نجي على كلمة سيجر، إذا أطلقنا على الصرع سيجر، he has a seizure، ما نقول he has epilepsy، في العربي إيش راح نترجم؟ ما نقول صرع، هو ممسوك أيضا مسك. زين وهذه يقول لك ممسوك ومأخوذ ومملوك وأشكال من التعابير المختلفة. زين طيب نجي إلى كلمة لوجي. لوجي زين، لوجي تعني علم أو لوجي. لاحظوا الكلمة شقت قريبة من لغة. لغة الكلام في القلب هو علم القلب، الكلام في الرياضيات هو علم الرياضيات، كلمة لوجي هو اللغة. زين وتجي بعدة معاني، زين بيولوجي فيزيولوجي زين وهكذا، كارديولوجي علم القلب. زين طيب عندك مانيا. مانيا تعني الجنون، الجنون. زين مادنس، كريبتومانيا، كريبتومانيا فور اكزامبل جنون او هوس، مانيا قلنا مادنس جنون، كريبتو تعني حكينا لكم لما قلنا لكم الغشاء المبطن للامعاء بينو اخاديد عميقه نقر عميقه تسمى كريبتس، هذه بمعنى مختفيه. كريبتومانيا شلون اترجمها؟ جنون او هوس السرقه او الاخفاء، السرقه او الاخفاء. زين احكي لكم قصه في دقيقتين، احكيها في كل مرحله. ذكرت وكتبت ونشرت ايضا في الموصل، كان احد اصحاب الكازينوهات للمقاهي يلاحظ يوميا ينفقد عنده استكان، زين اللي يشرب به الشاي او القدح اللي يشرب به الشاي، زين يحسب يوميا عنده نقص. فقرر صاحب المقهى مع الصانع اللي عنده أن يراقبون الحالة. زين فراقبوا الزبائن الحاضرين، انتبهوا إلى أنه أحد الزبائن وهو أنيق ومرتب ولا يبدو عليه أي إمارات من إمارات السراق. زين هذا بعد ما يخلص شرب الشاي يشيل الملعقة ما شاي يمسحها يخليها بجيبه، يفرغ وعاء الشاي اللي هو الاستكان أو القدح يمسحه يخلينه بجيبه، ويشيل الطبق يخليه بجيبه. زين طلع من المقهى، تابعونه شافونه يمشي إلى جسر العتيق، يم جسر العتيق يطلع الاستكان يذبه بالشاي بالنهر والقدح، والطبق أيضا يرميه في النهر والملعقة يرميها في النهر. زين فانتبهوا إلى أنه هذا الشخص الغريب هو اللي يقوم بإخفاء هذه، ولا أقول سرقة لأنه عملية إخفاء، وهذا الإصابة ماله بعدين عرضت وصار بها كلام، وأحد الأطباء قال لهم هذا مصاب بمرض نفسي تسمى كريبتومانيا، هو ما بحاجة الوعاء ولكن ليش عنده هوس بالإخفاء الأشياء، هوس بإخفاء الأشياء. وأكو ناس كثيرين هالشكل. زين أشبههم بالسنجاب، السنجاب يشيل البندق ويخفيه وبعدين ما يعرف وين خفاه. زين وين أخفاه. طيب مانيا، أكو مانيا أخرى، ليش بس نروح على هذه كريبتومانيا؟ عندنا ديبسومانيا، ديبسومانيا هذه الكلمة الأخرى، هذا هوس شرب الماء
أنا شايف عدة حالات مهووس بشرب الماء بكثرة ولا يقدر يمنع نفسه. زين، أكو بايرومينيا، هذا بايرومينيا هوس إشعال الحرائق، باير من فاير، باير راح تجيكم بايركسيا يعني حمى. زين واضح، فبايرومينيا هوس، وهذه أيضا مذكورة كشخصية مجتمعية ولكنها مريضة. زين، عندنا المصطلح ميغالي يعني تضخم، for example هيباتوميغالي، هيباتوميغالي، هيبات يعني الكبد، ميغالي تضخم الكبد، شو نقول عنه؟ هيباتوميغالي. وإذا تضخم الطحال شو نسمينه شباب؟ سبلينوميغالي. زين، وإذا القلب يضخم إيش نسمينه؟ كارديوميغالي، كارديوميغالي. زين، وهكذا إذا تضخمت الأطراف تسمى أكروميغالي. عندنا المقطع مايكوسيس تعني فنجل، فطر، الفطر، ما نقول الفطريات، الفطريات، الفطريات. زين، مايكوسيس فنجل، for example dermatomycosis، derm skin، all الربط، مايك يعني فطر، SIS تعني حالة الإصابة بفطريات الجلد. زين، oid resembling، أي كلمة تعقبها OID تعني يشبه، يشبه resembling، for example ethmoid bone، سقف الأنف، سقف الأنف، هذا اللي الآن يأخذون منه الإيش، يأخذون منه المسحة، يدخلون فد عصا دقيقة فيها قطنة وإلى سقف الأنف، هذا العظم هناك مثقب منخلي يسمى شبيه بالمنخل، لأنه أثم يعني المنخل المثقب، إثمويد بون. زين، عندي سكافويد في عظام الرسل يشبه ال 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 السكافويد. زين، اللي هو الزورقي، سكافويد كثير تجينا، أويد بالطب كثير جدا في المصطلح الطبي، شبيه تعني أول، أي كلمة يعقبها أول تعني كحول، for example إيثانول، ميثانول، غليسيرول. زين، كوليسترول، حتى الكوليسترول هو مادة كحولية في الأصل في التكوين، على الرغم من أنه يحسب على الدهون إلا أنه ليس بدهن. زين، الكوليسترول مادة كحولية التركيب. زين، لأنه ينتهي بأول، أول، ولكنه يذوب في الدهن ويدور في الدم ولهذا يؤذي الشرايين، كوليسترول. أوما، أي مقطع ينتهي بأوما تعني ورم، for example ساركوما، سارك تعني لحم، أوما تعني ورم اللحم، الورم العضلي يسمى ساركوما. زين، بينما ورم الأغشية المخاطية يسمى كارسينوما، كارسين، كارسين تعني السرطان، بالضبط السرطان في العربي هو كارسين in Latin، هذا يشوفوه عبارة عن عقدة وبيأذرع، خصوصا لما يظهر بالثدي، وفي السابق كان لا أكو علاج ولا شيء، يظهر الورم في الثدي وتظهر له مثل الأذرع الزرقاء تمتد حوله، فيباوعوه يشبه العنكبوت أو السرطان، فسموه هذا سرطان، هذا وين باللاتين سموها كارسين، وضافوا لأوما الورم السرطاني. زين، زين، SIS تعني حالة مثلا أوستيو أرثروسيس، أوستيو عظم، أرثر جوينت، SIS يعني حالة العظام. زين، أوستيو أرثروسيس اللي نسميه إحنا سوفان المفاصل، هو مو قضية سوفان أو التهاب المفاصل، هو مو التهاب، هو حالة في العربي يسمى الفصام، الفصال، العفو، الفصال. زين، أوزميا الشم، لاحظوا كلمة أوسم، شم، 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 أو للربط، أو للربط، أوسم، شم. زين، آي آي تعني الإيش، حالة. إذن أوزميا ability to smell، لما نضيف لأن أوزميا يعني فقد الشم، وهذه من المظاهر الأولى اللي لاحظها في الإصابة بمرض كوفيد كورونا، أجاركم الله وحفظكم. زين شباب، أوزمية يقولون صار عنده أنوزمية، أنوزمية فقد القدرة على الشم. زين، عادة تكون لفترة قصيرة.
أنا 3 دقائق وأنتهي شباب إن شاء الله، يكون 5 دقائق عندكم. طيب أنوزميا، أوزم للشم، ولاحظوا كلمة، حتى كلمة أوزمول، أوزمول راح أوزمولاليتي وأوزمولاريتي من الانتقال الذرات في الهواء، زين شم شم زين أوسم زين ستومي ستومي تعني فوها زين، ومنها ستوما ستوما فم الإنسان، أي فوهة في أي مخلوق تسمى ستوما زين. المعدة، ما هي المعدة في الإنجليزي في المصطلح الطبي وحتى في الإنجليزي؟ ستومك، أحسنتم. ستومك من إيش مكون عزيزي؟ ستوما ستوما يعني الفموي، نسبة إلى الفم إلى الفم. إحنا نقول معدة، هم ما قالوها معدة، ما عندهم كلمة خاصة لها، نسبوها إلى الفم، وفعلا هي عبارة عن تابع للفم، يعني كل شيء يدخل الفم يصل المعدة. تومي أيضا هذا مثل أكتومي مر علينا، يعني يقطع، توم قط قطم، أكتومي مثلا غاستريكتومي قطع المعدة، عملية إذا قص جزء من المعدة، لأنه بعض الناس مصابين بالسمنة، ها السمنة مو السمنة، السمنة السمنة، وهذول لا يفيد معاهم لا حمية ولا بهروز ولا بهريز ولا دواء ولا كل شيء، ويضطرون إلى إجراء عملية قطع المعدة أو تصغير المعدة، يسموها غاستريكتومي، أو يكون قطع المعدة لأمراض مؤذية، أمراض خبيثة زين. باث تعني اعتلال، اعتلال باثولوجي علم الأمراض، باثولوجي مايوباثي اعتلال العضلي، مايوباثي اعتلال عضلي زين. بينيا تعني قليل، شباب ما أثقل عليكم، اعتبروا آخر كلمة باث هي آخر ما وصلناه هسه، إذا كانت هذه آخر محاضرة زين، فنتوقف عند هذا القدر بإذن الله. اللي عنده سؤال أنا حاضر زين، كل ما سبق دا يجي في الامتحان، وما أريد أحد أي تثاقل من الموضوع الامتحان، هو مجرد راح نشوف شو تعلمتم، وحكينا الكثير، وأظن بإذن الله تعلمتم الكثير. هذا منو خالد؟ ها 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 ده يضحك ما شاء الله، خالد هادي سليمان اللهيبي، مو ده أخرى ملاحظاتكم ابني هسه وقت، ها ها ها، مو لكل مقام مقال يا بطل. يلا شباب اللي ما عنده سؤال، باث آخر كلمة. دكتور شو اسمه، عندي سؤال، شو اسمه يسألون الطلاب يقولون يعني إمت ينزل شو اسمه ال PDF الهاي ال أنزل. هسه تجيكم، هذا ما عندكم الموضوع، هذا ما عندكم؟ لا ما عندنا، هذا الثاني. هذا يصلكم الآن بإذن الله، الآن بإذن الله. إن شاء الله دكتور، أشكرك. إيه بس تخلون باثي أشرتها أنا بخط زين، أشكل إشارة والتضليل، فهذه آخر كلمة داخلة، وبعدين الوقت إن شاء الله أكون متسع لإكمال الموضوع كله إن شاء الله زين. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنا بك دكتور. هسه شو اسمه، هسه خابر طلاب اسمه حسن، اشوف الحضور اكو حضور ولا لا، بس تمام.
هسه شو اسمه اشوف لكم طلاب عراق الحضور ثواني بس على ما اخبر عن الممثل عليه.